أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لهذا الجزء من استوديو الجزائر الذي نتحدث فيه عن الذكرى 61 لتفجيرات النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، الجرح الغائر الذي لم يندمل. باريس تواصل رفضها التعاون للتخلص من هذه الكارثة ومن مآسيها، وارتفاع أعداد السكان المصابين بداء السرطان وبالتشوهات الخلقية في صحراء الجزائر. التجارب والأبحاث والبحوثات تتكشف أو تكشف في العديد من الحقائق التي توحي بأن هذه التجارب النووية ما زالت آثارها الإشعاعية حاضرة إلى اليوم في جرائم ضد الإنسانية لم يسبق لها مثيل. للحديث عن هذا الموضوع أتشرف بأن يكون معي عبر خدمة سكايب الباحث المؤرخ والأكاديمي الدكتور محمد أمين بلغيث. عفوا دكتور، مرحبا بك في استوديو الجزائر وشكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم. شكرا دكتور. نبدأ من آخر المعطيات المتعلقة بهذا الملف، موضوع التفجيرات النووية الفرنسية في صحراء الجزائر ذكرى 61. ماذا تمثل أو ماذا يمثل لك هذا التاريخ، وإلى أين وصلت المفاوضات أو المستجدات بخصوص هذه القضية العالقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. الحقيقة منذ ذكرى 60 يعني العام الماضي لتفجيرات نووية برجان وحمودي وإنكار، هناك تقدم ملحوظ على المستوى الإعلامي وعلى مستوى المجتمع المدني والهيئات الأوروبية والعالمية هكذا والعالمية ضمن تنظيم جديد يطلق عليه منذ العام الماضي بإركان، وهو عبارة عن 1300 جمعية علمية واجتماعية وسياسية أيضا من أجل رد الاعتبار إلى الدول التي تعرضت إلى الإشعاعات النووية خلال الحرب العالمية الثانية وما بعد خمسينيات القرن العشرين. هذه الجمعيات التي تزيد عن 1300 تتوزع على 105 دول، بمعنى ذلك أنه منذ العام الماضي هو العام الذي يفترض فيه بداية من 7.4 دقائق من العام الماضي أي سنة الآن كاملة، فرنسا أخلاقيا وقانونيا مطالبة بنشر الملفات الطبية والملفات السرية التي كانت جزء لا يتجزأ من التجارب التي قامت بها في الجزائر في منطقة تواد، في منطقة رجان وحمودية وإنكر، في تمرست وغيرها من المناطق، والتي تزيد عن 17 تجربة هوائية وبطنية، بل وأكثر من ذلك تتحدث كتب ودراسات ووثائق، ويتحدث مختصون في الفيزياء النووية أن هناك ما يزيد عن 117 تجربة نووية من 1960 إلى سنة 1966. إذن الجديد بالنسبة إلينا على الأقل منذ سنة أنه فيه وعي عالمي لمخاطر السكوت عن جريمة معلنة من طرف القوات الاستعمارية الفرنسية على أرض تعيش اللحظات الأخيرة من الصراع العسكري الذي كان يدور بين القوات الاستعمارية بمختلف تشكيلاتها وبين جبهة وجيش التحرير الوطني. دكتور بلغيث، اسمح لي فقط في هذه النقطة، إذا كانت هذا الوعي انتشر كما تقول في السنة الأخيرة، لماذا برأيك السلطات أو فرنسا الرسمية دائما يا إما تنكر أو تتهرب حيال هذه القضية؟ ولا شوف حتى تكون في الصورة بعض الجمعيات هكذا، بعض الجمعيات الأوروبية وبعض الجمعيات الفرنسية العام الماضي كان لهم دور كبير جدا في إحراج الدولة الفرنسية، وخاصة إحراج الهيئة المشرفة على العمليات الحربية والتسليح في فرنسا، لأن فرنسا تدعي أنها بلد ديمقراطي على المستوى السياسي والاجتماعي وبلد لا يخفي شيء، لذلك فطالبوا أولا من الدولة الفرنسية الكشف عن المناطق التي خزنت فيها نفايات التجارب النووية في الجزائر بنفس الطريقة التي قامت بها مع بولينيزيا في المحيط الهادي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت تعرف أنه التقارير والدراسات أو تقريب شبه الإجماع أن هناك 150 سجين جزائري من المنطقة الغربية، يعني من بن عباس ومن السجون في فترة الثورة التاريخية، الثورة الجزائرية المباركة. لكن للأسف الشديد فرنسا لا تزال إلى اليوم تتستر على هؤلاء
على أسماء وملفات هؤلاء الرجال، كما تتستروا على الجنود الفرنسيين الذين أخضعتهم لفترة طويلة جدا لحفر وبناء مدينة بأكملها يزيد عدد سكانها عن 6500، يعني أكثر من 3500 من صحراويين، أي من الجزائر ومن شمال ومن مالي ومن النيجر وحتى من شمال نيجيريا. وهؤلاء لا يعلمون ماذا تريد أو ماذا تود السلطات العسكرية الفرنسية في منطقة التوات، يعني في منطقة عين صالح إلى غاية المحيط الأطلسي. إضافة إلى ذلك أن هذه التجارب الفرنسية كانت في سرية تامة، ولكنها بدأت في بناء المشروع بداية من 1957 كما يقول واحد من المشرفين على هذه الهيئة المتعلقة بمعرفة طرق وإمكانيات وتمويل التسليح في فترة خمسينيات وستينيات القرن الماضي. ولأول مرة نعرف أن فرنسا وظفت أزيد من 1,286,000,000 فرنك فرنسي قديم. والأغلب من ذلك فرنسا لا تخفي أن القنبلة النووية اليربوع الأزرق وبقية الألوان الأخرى إلى غاية اللون الأخضر هي تحالف إسرائيلي فرنسي من أجل الدخول إلى نادي الأقوياء أو نادي الكبار كما يسمى آنذاك في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وبحكم أن فرنسا لم تجد التجاوب الكامل لتجاربها النووية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبينها وبين إنجلترا، فقد لجأت إلى إسرائيل التي كانت تملك بالمناسبة أو الكيان الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني الذي يملك أكثر من 106 عالم في الدراسات النووية، ويملك خبراء من مختلف التخصصات كانوا قد اشتغلوا مع القنبلة أو في القنبلة النووية الأمريكية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي إلى غاية 45. ثم بعد ذلك فرنسا كانت مفلسة إلى حد كبير جدا، وهذا معروف بالإجماع عند المؤرخين الجزائريين والفرنسيين. لذلك اعتمدت على المال اليهودي وعلى الخبرة اليهودية، ولذلك كانت التجربة الأولى تحت مسمى الربوع الأزرق هي عبارة عن اللون الأول لدولة العدو إسرائيل وللون الأول للألوان الثلاثة المشكلة للعلم الفرنسي. دكتور بلغيث، من الخطورة بمكان إسرائيل عند حدودنا، إسرائيل تستفزنا. إسرائيل من 60 سنة وهي تسعى من أجل تفكيك وطن اسمه الجزائر. دكتور بلغيث، قنبلة بوزن 70 كيلو طن أقوى بثلاث مرات من قنبلة هيروشيما، إلى غاية هذه اللحظة وبعد السجال الكبير حيال هذه القضية، قضية اليربوع الأزرق، التفجيرات النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، هل تم التعرف على أماكن النفايات النووية في الجزائر؟ ولا شوف أخي العزيز أخي أحمد، التعرف على دفن النفايات النووية هذا أمر لا أعلمه، لأنه يدخل أولا في أسرار الهيئة العسكرية التي تدير منطقة تقدر بألف كيلومتر مربع. فرنسا تقول أنها لم يتضرر من منطقة توات ورجال وحمودية إلا 500 كيلومتر مربع، ولكن في الحقيقة دراسات علمية ودراسات فيزيائية التي كنا قد استمعنا إليها من حوالي 20 سنة من مختصين في الفيزياء النووية تقول أن هذه النفايات وأن هذه الإشعاعات موجودة في منطقة تزيد عن 500,000 كيلومتر مربع، بمعنى أنها تمس الصحراء الغربية والجزائر الغربية أو شمال الصحراء الجزائرية الغربية وموريتانيا وشمال نيجيريا والنيجر ومالي. ولذلك أعتقد أن كل هذه البلدان لا تزال إلى اليوم متضررة بطريقة ما من الإشعاع النووي منذ 61 عام، لكن المتضرر الأكبر هي مركز العمليات والتجارب النووية الفضائية والباطنية اللي هي رجال، وأثارها بادية إلى الآن. أثار هذه التجارب أو أثار التضرر بادية إلى الآن دكتور بلغيث، داء السرطان، أمراض خطيرة جدا، تشوهات خلقية. ضف إلى ذلك دكتور بلغيث تقرير بنجامين ستورا الأخير لم يتحدث عن هذه التجارب النووية ومر عليها مرور الكرام وكأنها تجارب أجريت على فئران. ولا شوف أنت تعرف أنه هذا التقرير أولا موجه للفرنسيين، وبنجامين ستورا خلع ثوب المؤرخ الرصين إلى وأصبح يشكل نقطة أخرى اللي هو السياسي والإيديولوجي الذي لدى نداء الذي عينه في هذا المنصب. هذا الأمر لا يهمنا، لكن الشيء الذي يهمنا
انه علينا ان نحرج الفرنسيين بملفاتنا واعمالنا وشهاداتنا في هذه النقطه بالذات. وبالتالي اعتقد ان الامر الان اصبح جلي واصبح واضح. هناك جمعيات، هناك جمعيات في منطقة ركان وحمودي، هناك أطباء، هناك فيزيائيون متخصصون في هذا المجال، هناك مؤرخون متميزون من أصحاب الكعب العالي اشتغلوا لمدة ربع قرن كامل على التجارب النووية الفرنسية على مستوى التاريخ وعلى مستوى الوثائق. الآن ما بقي لنا فقط إلا أن نكون في مستوى التحدي. وأعتقد أنه أولى القضايا التي يجب علينا أن نحرج بها الفرنسيين هو تعويض أهلنا في توات، لو غران توات، نقول منطقة توات بأكملها، تعويضا ماليا وتأسيس مركز للسرطان، وثم تقوم بإعطاء الجزائر أموال لاقتناء الوسائل والإمكانيات التي بإمكانها أن تنظف 500 إلى 1000 كيلومتر مربع. لأن الفرنسيون يتجسسون علينا وعلى آثار ما القنبلة النووية إلى غاية اللحظة، إلى غاية اليوم، ولا علينا أن لا نعطيهم فرصة حتى يرسلوا رهبانهم وجواسيسهم وأساتذتهم ومخبريهم إلى هذه المنطقة الغالية والعزيزة على الجزائر. دكتور بلغيث، إذا كان مهم جدا أنه علينا أن لا نسكت كمجتمع مدني، كمؤرخين، كباحثين، كفيزيائيين للتنديد بفرنسا الاستعمارية في هذا الملف بالذات، لأن هذا الملف لا يزال قريب عاد، يعني 61 سنة فقط، وأطره واضحة كل الوضوح في كل ربيع وفي كل صيف مع ولادات إخواننا في رجال وفي غيرها من المواطن. ممتاز دكتور بلغيث، بجد نحن علينا أن نطالب بملفات طبية للفرنسيين والجزائريين الذين كانوا في الانتجار في هذه المنطقة. في هذه النقطة دكتور بلغيث دعني أطرح عليك تساؤل. في أكتوبر الماضي دعا باتريس بوفري، وهو مدير مركز أو مرصد التسلح بفرنسا، سلطات بلاده إلى المبادرة بحل مشكلة النفايات النووية وكشف الأسرار التي ربما تخشى منها فرنسا حيال هذه الجرائم ضد الإنسانية. وماكرون في آخر خطاب له بمناسبة أو في إحياء كان مناسبة خاصة بالتسلح والحديث عن الترسانة العسكرية الفرنسية، جانب الحديث عن هذا الملف. وفي كل مرة فرنسا الرسمية يعني تتفادى الحديث عن هذا الموضوع. برأيك لماذا؟ أولا الفرنسيون إلى غاية 1960 يعتبرون الجزائر ثلاث مقاطعات فرنسية ما وراء البحر، معنى ذلك أنها تجارب تقع على منطقة ذات سيادة فرنسية، وهذا هو الإشكال القانوني الأول. الأمر الثاني والمعروف أن دوغول نفسه هو الأب الروحي للقنبلة النووية، فقد كان يسعى من خلال الجزائر أو غيرها من المواطن في المحيط الهادي من أجل كسب سلاح رادع حتى لا تتكرر تجربة الأس أس الألمانية الذين تمكنوا من القضاء على خط ماجينو ودخلوا إلى باريس بالموسيقى العسكرية. تذكر جيدا، الموسيقى العسكرية للأس أس، ولم يجدوا في باريس ولا في غيرها إلا النساء. الأمر الثاني والمهم جدا، نحن الآن بأدب جم لا نطالب السلطات الفرنسية بما يمكن أن يكون مستحيلا، لكن نطالب على الأقل باطلاعنا على الملفات، ملفات الذين تعرضوا للتجربة النووية الأولى في ذات يوم في 7 و4 دقائق من يوم 13 فبراير 1960 من سواء كانوا فرنسيين أو جزائريين. ونطالب أيضا بتقارير الأطباء العسكريين الذين كانوا في عين المكان، وهذه طبعا تعتبر مسألة في غاية الدقة، لأن قضية دفن النفايات وما تعرض له الجزائريون في رجان وفي غيرها تعتبر في حكم الأسرار العسكرية بعد أكثر من 61 سنة. البروفيسور ديبري العام الماضي أحرجهم وقال لهم على الأقل عليكم أن تعطوا فرصة للجزائريين ليعلموا من غير المزنجرات المتروكة على الهواء الطلق الأماكن التي دفنتم فيها آليات ونفايات لا تزال أضرارها حاضرة إلى اليوم على الإنسان والحيوان والبيئة بأكملها لألاف سنين، أقول لألاف سنين بل لملايين السنين. دكتور بلغيث، حساسة جدا، وأعتقد أنه حديثنا كل سنة عن هذا الموضوع يمكن في يوم من الأيام أن يصل إلى مسامع الفرنسيين. دكتور بلغيث، أنه أهم نقطة في هذا الأمر بعد أن بلغ الوعي مرحلة متقدمة جدا علينا أن نتأسس كطرف قانوني لتجريم الفرنسيين في هذه النقطة وفي نقاط أخرى، سواء في مسألة الذاكرة المشتركة بيننا وبين الفرنسيين أو في هذه النقطة بالذات التي لا يزال أهلنا
في رجال وفي غيرهم من المواطن من الاحياء الذين يمثلون صوره بشعه للاجرام الفرنسي في بلدنا ذات يوم 13 فبراير 1960. اشكرك جزيل الشكر للكاتب المؤرخ والاكاديمي الدكتور محمد الامين بلغيث على مشاركتك معنا في هذا الجزء من استوديو الجزائر. شكرا جزيلا لك دكتور على كل هذه المعلومات، والشكر موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام على كرم وطيب متابعتكم لنا. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.